تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعين لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل عام، ويعني الخدمات التي تقدم من خلال هيئة الصحة بشكل خاص. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المتميزة بكم ومعكم وأيضا مع طاقم البرنامج. معنا اليوم في التنسيق أحمد سلامة، صباحك الله بالخير أحمد، وفي الإخراج بنوح أيمن سرحيل، واليوم تشاركني التقديم دكتورة ندى. صباحك الله بالخير دكتورة. صباح الورد وصباح الجمال وصباح الاثنين اللي يحبه كل اثنين، وهذا اصلا اسبوع كله جميل محمود، تدري ليش؟ لان الشهر كله جميل اصلا. ايه الشهر كله جميل طبعا، وهذا اجمل اسبوع في هالشهر لانه اسبوع قصير. هو الشهر جميل لانه شهر وطني. هي هو شهر وطني، وهذا احلى اسبوع لانه اسبوع وطني واسبوع قصير. بعد مصرة على انه قصير. ركز على النقاط الايجابيه خلال الاسبوع، وطني وقصير، يعني الفرحه فرحتين ان شاء الله. فصبح عليكم بالخير، واذكركم بارقام التواصل على 600-55-1414 والرسائل النصيه على 4006، وموجودين لايف على نور دبي وهيئه الصحه في دبي على الانستغرام DHA_Dubai. وان شاء الله محمود احنا برنامجنا متى بيحتفل؟ يوم الاربعاء. يوم الاربعاء ان شاء الله بتكون لنا حلقه خاصه عن يعني هاتين المناسبتين الغاليتين على قلوب كل الإماراتيين وأيضا المقيمين على هذه الأرض الطيبة. فيعني هي مناسبة يوم الشهيد وأيضا اليوم الوطني إن شاء الله، إن شاء الله مقدما باليوم الوطني كذلك. فبتكون الحلقة إن شاء الله مفتوحة يوم الأربعاء، اللي حاب يشارك بأي شيء معنا حول هاتين المناسبتين حقيقة يعني بيكون المجال مفتوح. لكن اليوم ما زلنا نحن نتحدث عن الكثير من المواضيع عندنا، بس نبغي نذكر دكتورة بالتصويت لتطبيق دمي المرشح ضمن برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية. طبعا ذكركم ان هاي مبادرة متميزة، لان التطبيق هو الاول من نوعه اللي سهل عليكم عملية التبرع بالدم. كيف نصوت؟ ندخل على الموقع vote اللي هو vote.dtmc.gov.ae، تدخلون على الموقع تسجلون بياناتكم مع بطاقة الهوية، عقب تشوفون المبادرات المرشحة وترشحون تصويت دمي وتصوتون لتطبيق دمي. مثل ما قلت لكم هو تطبيق إنساني في المقام الأول وفريد من نوعه، فصوتوا عشان هيئة الصحة إن شاء الله تفوز. يعني مو بتصويت مع يعني إخواننا المصريين يا لهوي وهذا، ولا تصويت؟ لا دقوا على الزر صوتوا. انزين، عموما هيئة الصحة بدبي تفوز بالمركز الأول في الدورة الثالثة لمسرعات المستقبل. كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أمس هيئة الصحة بدبي، وذلك بعد فوز الهيئة
بالمركز الأول في الدورة الثالثة لمسرعات دبي المستقبل، ولدى تسلمه درع الفوز من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، قال معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي إن حصول هيئة الصحة بدبي على المركز الأول لمسرعات دبي المستقبل يعكس دعم القيادة ويظهر مدى مواكبة الهيئة لتوجهات دبي وتطلعاتها المستقبلية، مؤكدا معاليه أن تفوق الهيئة يعني هو انعكاس للرعاية الكريمة التي تحظى بها الهيئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، كما أشار إلى الاهتمام البالغ الذي يوليه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لهيئة الصحة وتحفيز سموه الدائم للعاملين فيها على التقدم والإنجاز. ولفت معالي القطامي إلى أن فوز الهيئة بالمركز الأول في الدورة الثالثة لمسرعات المستقبل يعزز من مسيرتها نحو المستقبل والصدارة وتحقيق التنافسية العالمية، فألف مبروك لكل العاملين في هيئة الصحة بدبي. صحيح، ألف مبروك، وهو مبروك طبعا لكل اللي شارك من ضمن مسرعات دبي للمستقبل، لأن أكثر عن هيئة شارك طبعا كل مسرع المستقبل محمود فيه قفزة للأمام 10 سنوات لا مفروض نحققها بعد 10 سنوات بنحققها اليوم. بالضبط، هذا جوهر مسرعات المستقبل التن اكس. المبادرة سميت بالتن اكس وهي عبارة عن ان نحن يعني لما وجه سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الدوائر الحكومية الى استقطاب يعني أبرز الممارسات والمبادرات والتقنيات التي سوف تقام في مختلف مدن العالم بعد 10 سنوات صحيح انزين انها تطبق هنا في إمارة دبي لكي تسبق إمارة دبي كل المدن ب10 سنوات قدام. صحيح، ايضا حتى الكلمة اللي قالها صاحب السمو انا بخلي يعني سمو الشيخ حمدان وسمو الشيخ مكتوم بن محمد يتابعونكم بشكل مباشر. زين، فكانت هذه الرسالة واضحة ان يجب ان نعيش المستقبل. ما في مجال ان الواحد يتأخر ولا ممكن يسوف او يأجل الاشياء، فهذه مسألة مهمة جدا. ايضا يجب ان يعني تدار هذه المسألة بشكل مبتكر، والفكرة في هذا المشروع كامل هو الاستثمار في الجيل القادم. صحيح، الجيل القادم يجب أن يعي أن نحن نذهب إلى المستقبل بخطوات متسارعة. فلذلك وايد مهم أن حتى نحن كأولياء أمور نوجه عيالنا إنزين إلى يعني فهم المتطلبات القادمة. صح، والابتكار محمود نشجعهم على الابتكار، نشجعهم أنهم يأخذون المسار يدرسون الأشياء السليمة. صحيح، اللي بتفيد الدولة ونشأ المكررة المسار. الناس قاعدة مكان الأشياء، في وظائف راح تندثر يقولون يعني. في وظائف راح تخلق وفي وظائف راح يعني تموت مثل ما يقولون، خلاص ما يعاد ما نحتاج لها. فشجعوا عيالكم، لنقول صعب أو بيتغرب، لازم نشجعهم على التخصصات الجديدة اللي يحتاجها الآن، ونحن نحتاجها محمود في بلادنا، لعشان يكون كوادرنا الوطنية هي اللي تخدم البلد. وترى عندنا طاقات خلاقة كثيرة، بس يبان ننميهم ونشجعهم، وإن شاء الله تكون كلها بإيد وطنية إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. يقولون مهنة الطبيب بتندثر. تصدمتي. لا، وهذا الواقع اللي يقول لك ما دام أن هنالك ذكاء اصطناعي وهنالك يعني برمجيات قادمة، والآن أيضا دخلت يعني حتى في العمليات في كذا في الروبوت دخل. زين، لا تدافعين، لان هذا رايحين نحن على هذا الوضع. انا أؤمن مهنه المذيع او الاعلامي، لا مذيع ما بيندثر، لا بيندثر. بقول لك ليش؟ زين، بيتم منو؟ بيتم المبدع اللي 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 يصيغ هذه يصيغ هذا الكونتنت. يتم يعني حتى المصور يقول لك ممكن اوريدي الحين بلشوا فيها اصلا. المصور يكون بيستغنون عنه، لان هنالك الكاميرات راح تمشي وراح تاخذ، وهذه كلها الكترونيه. بيتم المخرج. زين، ايمن ضمنت وظيفتك ايمن انت بتتم. لا، هذه كلها توقعات مستقبليه. الواحد لازم يفهم ويقرا اكيد هذه المؤشرات. بالضبط، هي مؤشرات طبعا موجوده ان في وظائف راح يعني لن تكون متواجده في المستقبل، لكن في وظائف جديده طبعا
ستخلق. ولكن مثل ما قال محمود مثلا ما الطبيب ما أعتقد محمود ستموت، ولكن ترى هل الروبوت راح يعالجك؟ يعني أنا لازم أدخل فيه المعلومات يعني في النهاية. بيب شخص مبرمج ما بيب طبيب. ها. اوكي شكرا. ادور على وظيفه ثانيه من الحين يعني؟ لا انا ما قلت تدورين وظيفه ثانيه، انا اقول لك ان عيالك لازم يعرفون ان المستقبل داشين نحن على 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 يعني منحنى اخر. بالضبط. فيجب علينا ان نستثمر في اولادنا بهذا الشكل. بالضبط. طيب بعيدا عن يعني المسرعات وعن المستقبل، نعيش الان ايضا واقع من الدراسات الطبيه، حيث اشارت دراسه جديده الى ان الاطفال الذين يمضون فترات طويله في استخدام التكنولوجيا هم اكثر عرضه للبدانه. ووجدت مجموعة من أخصائي صحة الأطفال صلة قوية بين ارتفاع مستويات السمنة لدى الأطفال والتعرض المتكرر لوسائل التواصل الاجتماعي. حين أنا ما أدري يا هل كيف مسوي الحساب في السناب شات ولا في الانستغرام، يعني 5 سنوات وقاعد ينزل صور، أنا عندي صغارية في البيت عندهم قناة في اليوتيوب يصورون محمود ويسوون تمثيليات. أنت قل لهم زين، يا ليت انا علي حكم عليهم، ما عندي حكم عليهم. حين واحد بيقول حق ولد اخته كلمه نشت له الاخت، ما ذاك الاول نحن اليار سابع يار يربينا. قبل يمكننا صغار ما حد كان يزعل صح محمود؟ ايه سابع يار كان يضربنا عادي الام ما علي ادب ولدي، حتى لو ما سوى شيء مو زين ادبوه. الحين ما يرضون لو الاخاله تكلمت مات. صحيح. المهم في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، يدعو الباحثون الآباء والأمهات لاتخاذ إجراءات للحد من وقت الجلوس أمام شاشات الأجهزة الإلكترونية أو ما يسمى بسكرين تايم إلى 90 دقيقة يوميا. وقال آدمز، هذا اسمه وايد صعب، هادي جي بي نايس المؤلف الرئيسي للبحث، يجب على أولياء الأمور الحد من مشاهدة التلفزيون واستخدام الأجهزة، أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المماثلة لأكثر من ساعة ونصف في اليوم، ويعني فقط إذا كان الطفل هذا يتجاوز 4 سنوات من العمر. أقل عن 4 سنوات ليش حاطين فيه جهاز؟ خلوه يتحرك، خلوه يمشي، خلوه يلعب، خلوه يأكل رمل، شو المشكلة يأكل رمل؟ كل نحن كنكري، تعرف الكنكري أيمن؟ شو الكنكري؟ الكنكري يا جماعة هو الحصى الصغير لونه رمادي، هذا اللي تلاقونه يفلعون لهال في بعضهم، كل واحد يفرع الثاني اللي راحت في عيون. بس لا ما يأكلون رمل، يأكلون نعال، يلحسون نعال. لا إله إلا الله. هذا هو حتى 4 سنوات. المهم وشدد الباحثون على ضرورة ألا يتجاوز متوسط الوقت الذي يقضيه الطفل في مشاهدة التلفزيون أو الكمبيوتر إلى غير ذلك، ساعة واحدة في اليوم فقط. محمود قول لي قبل ما تعلق على الدراسة، أنا وأنت كم مرة قلنا في البرنامج الكلام قبل ما تطلع الدراسة؟ كم مفروض نطلع دراسة أنا وأنت؟ والله مو كم مرة كنا نقول عن هالكلام. أنت تدرين شو المفروض أن نحن يعني هذه الدراسات نحن مشكلة ما نتقبلها إلا إذا جتنا من أماكن من برا. أكيد. إنزين، لكن هذا ما يعني أن يعني مو بقادرين على إجراء هذه الدراسات. صحيح. يعني أنا أتمنى من الأطباء اللي موجودين عندنا في الهيئة في كل في تخصصه كذلك يعمل هذه المسوحات الميدانية، يحاول يعمل هذه الدراسات حتى لو يقدر يقدمها كذلك مع المعنيين في الهيئة. يعني بالضبط. في 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 قطاعات معينة ممكن من خلال التعليم الطبي أو من خلال مختلف الأماكن اللي ممكن تدعم مثل هذه الدراسات. كنا من فترة تكلمنا عن السكري، كان الدكتورة فتحية العوضي مع شو اسمه دائرة الإحصاء في دبي، أجروا مسح ميداني جميل ونتائجه كانت أصلا قريبة من نتائج منظمة الصحة العالمية. صحيح. بالنسبة لانتشار السكري في إمارة دبي، وعلى ضوء مثل هذه الدراسات يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية. صحيح. أكيد. صباح الخير للجميع، والدكتورة ندى التي نستمتع بإيجابيتها وثقافتها عن الدهون والزيوت واللحوم بالمطاعم. تلقيني في اليم ما وياي نبتل في الماء، ما فهمت. أرفع القبعة للخدمات الميزانية الهائلة التي تقدمها هيئة الصحة بدبي. شكراً لك. وأهم شيء أنه هي تعطينا يعني معلومات عن المطاعم والدهون والزيوت. أنا أعطي مطاعم معروفة أنت الحين على السناب. إيه. على الخيارات الصحية كم تروح مطعم يعني. إنزين، عموما مثل ما قلناكم مستمعينا هنالك توجه نحو المستقبل، نتمنى أن نقف
يعني وقفة بيننا وبين أنفسنا لتوجيه أولادنا التوجه السليم. أنا ما أتكلم عن القطاع الصحي الآن، أنا أتكلم عن توجه حكومة، عن توجه دولة نحو الابتكار، نحو عيش المستقبل، نحو إيجاد يعني أبرز الوسائل التي يعني تكون ما بعد النفط. أنا أوردي نحن دخلنا ما بعد النفط، تبغون نصل إحنا بنوصل مرحلة نهاية النفط. محمود، آخر برميل متى المفروض نصدره؟ 2050 وين؟ يعني ان شاء الله نحن داخلين على 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 والله مسارات جميله جدا. الله يحفظ حكومتنا، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. نحن عايشين يعني في ظل حكومه رشيده تعي ان الاستثمار الامثل في الانسان صحيح، وهو المورد الاساسي للدوله وللبلاد. فعشان شيء نقول لكم يعني دائما استثمروا في عيالكم، استثمروا في صحتهم، استثمروا في عقولهم، استثمروا في انكم انتم تخرجون بعناصر تفيد الدوله وتفيد الحكومه. أكيد. هذه مساله يعني الزاميه. صحيح، الزاميه على كل رب اسره. صحيح، وايد مهم. وفي نقطة وايد مهمة محمود، ترى الأفكار يا جماعة نحن نشوفها حاليا مطبقة ونقول سبحان الله كيف الزمن يتغير، هي أفكار كانت عند بعض الأطفال لما كانوا صغار. يمكن نحن صغار كنا نتخيل أشياء ولقيناها الحين على الواقع. أفكار عيالكم تحسونها خارج عن الواقع أو تحسونها في المستقبل، لا نقول أنت شو تتخيل وهالكلام مو بصحيح وهالكلام، نشجعهم أن يكون عندهم خيال. ترى الحين زمن تحقيق الخيال، الأفكار اللي مو موجودة على أرض الواقع أن أنا أحققها هو هذا الزمن. فأفكار عيالنا نشجعهم على الابتكار والخيال الواسع. جميل، نحن تأخرنا على الفاصل الأول، ما نطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنستكمل معاكم الحوار وبيكونوا معانا يعني ثلة جميلة من الممرضات المواطنات اللي نحن نفخر بوجودهم في هيئة الصحة بدبي، واللي إن شاء الله نتمنى أن يزيد عددهم في المستقبل القريب وليس البعيد. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا دكتورة على 600-551-4414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي وهيئة الصحة في دبي على الإنستغرام dh_dubai، ولا تنسون الصوتون لمبادرة دمي. طيب نحن قبل الفاصل قلنا ما نستقبل معنا ثلة جميلة من الممرضات المواطنات عندنا في هيئة الصحة بدبي. ها يعني ملائكة الرحمة يسمونهم. ها صحيح، إذا هم ملائكة الرحمة أنتوا شو تطلعون دكاترة؟ والله ما فكرت. احنا فكري لين فاصل. إذا خلينا أعرف المستمعين بالشخصيات الجميلة اللي موجودة معنا في الاستوديو. عندنا الممرضة نعيمة محمد رجب، مشرفة التمريض في مستشفى راشد في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير نعيمة. صباح النور اخوي محمود. انا يا هلا فيك. وايضا معانا هند محمود عبد الله، مسؤول تمريض مستشفى راشد بعد كذلك. صباحك الله بالخير هند. وايضا الممرضه كذلك كوثر مسعد الماطري، صح الماطري، المسؤول التمريض في مستشفى راشد. صبحك الله بالخير كوثر. صبحكم الله بالنور والسلام. كوثر اول مره تطلعين معانا. ها اي نعم. نعيمه وهند عندهم تجارب سابقه معانا في الاذاعه، مع ان انا اشوف انت اهدى وحده فيهم. ها انا اول مره. لا هي اول مره يعني شو قصدك؟ ليه ما تاخذ معانا علينا محمود وعلى الجوتشي بعدين تلاقيها ان شاء الله. انزين يلا انزين. طبعا اليوم بنتكلم عن مع الممرضات الجميلات عن تطبيق دمي من خلال استضافتهم معانا، فبنركز فيه على أهمية قطرة الدم في حياة الإنسان وكيف يسهم المتبرعون بالدم في إنقاذ حياة الآخرين من المرضى والمصابين في الحوادث والحالات الحرجة والطارئة وقيمة هالمبادرة. فنبتدي مع هند. هند لو ممكن تعطينا نبذة عن أول شيء، شو مرض التمريض وشو دوره؟ مثل ما قال محمود ملائكة الرحمة. زين. التمريض مهنة نبيلة. للأسف ما كانت ماخذة وايد حقها زمان. كان في تفكير خاطئ تجاه المهنة،
أن الممرض دائما مجرد مساعد للدكتور وأن مهنة ما فيها تخصصات وما لها ما لها مستقبل وما فيها تطور مهني. صحيح. وهالكلام غير صحيح. والحمد لله نحن المجموعة الصغيرة اللي موجودين في هيئة الصحة حاليا أثبتنا عكس هذا الكلام وروينا على الأقل فئة من المجتمع اللي الله يشفيهم يعني اللي حاليا مرقدين في المستشفى ويشوفون كيف شغل الممرض كيف البنت الإماراتية أو الشاب الإماراتي يلعب دور وايد مهم في هاي المهنة. كملنا تعليمنا الحمد لله والتمريض في مجالات وايد عديدة الحين في ممكن بعد يتشعب تمريض إداري تمريض كلينيكي. صحيح. التعليم في التمريض فالواحد يقدر يختار المجال والتخصص اللي يعجبه. أكيد. جميل. أنا أبغي أتوجه بما أنك تتكلمتي عن مستقبل الوظيفي للممرض هني أبغي يعني في نموذج جميل عندنا نعيمة من الممرضات اللي بدوا يعني بشكل صغير والحين ما شاء الله استلموا منصب إداري وكانت الهيئة كذلك وفرت لكم نعيمة الكثير من يعني أقدر أقول القاعدة أو الدواعم اللي وصلتكم لهذا المستوى. فخبريني عن هذه التجربة وعن تدرج الوظيفي من خلال تواجدك في هيئة الصحة. إن شاء الله. شكرا أخوي محمود. مثل ما تفضلت فعلا أهم شيء الدعم المؤسسي اللي يكون للمتمريض. الشغلة الثانية أنا بديت تمريض كشهادة دبلوم في التمريض العام. من بعدها توفرت عندنا برامج في بكالوريا درجة البكالوريوس بالتمريض العام. وحاليا في عندنا بعد برامج في الماجستير بحيث ان الممرض ما بس انه يبدأ ويتم واقف في مكانه انا بس ممرضة كلينيكية في مكان معين لا اقدر اتطور مهنيا واقدر اتطور من الناحية التعليمية بعد وفي شهادات مختلفة ففي عندنا الدبلوم في عندنا البكالوريا في عندنا الماجستير وحاليا قاعدين يسوون برامج في درجة الدكتوراه بحيث ان الممرضة تقدر انها تكمل دراستها بحيث انها يكون عندها شهادة الدكتوراه والبروفيسورية وهالشيء يساعدها كثير في مجال عملها ويعطيها فرص سواء كانت ادارية او فرص بالمجال العملي. جميل. كوثر ما شوفت ما شاء الله ندم غطي المكان. خبريني كوثر عن تجربتك. انا ما عندي خلفية لان نعيم او هند عرفهم ما شفتك قبل فأبغي أعرف متى بديتي خبريني عن تجربتك وليش دخلتي هذا المجال بالتحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا خريجة جامعة الشارجة بكالوريوس علوم التمريض. اخترت هذه المهنة لأنها فعلا مهنة إنسانية والحمد لله كان اختيار جدا موفق. مهنة إنسانية لأني قابلت الكثير من الناس اللي بنعرفه ان في ممرضات اماراتيات تغيرت وجهة نظرهم وتعاملنا معاهم حسوا بكثير من الطمأنينة لاني كممرضة اماراتية اعرف عاداتهم وتقاليدهم واعرف الاشياء اللي يفضلونها المرضى الاماراتيين. وهالشيء هالمهنة ما كانت بس كمجرد مهنة حتى كتطبيق في العائلة في الأسرة يعني يستوي الشخص الممرض كمصدر ريسورس للأهل من حيث الأسئلة من حيث الخبرات فكان تخصص جدا مفيد لي أنا كمرأة إماراتية. حابين نغير وجهة نظر المجتمع لهذه المهنة لأن مثل ما قالت زميلتي هند قبل كانوا ماخذين فكرة سلبية عن مهنة التمريض أنا أقولهم بالعكس أنا الحين خلصت بكالوريوس التمريض وكملت ماجستير التمريض وإن شاء الله يعني الفرص المستقبلية نكمل الدكتوراه في هذا المجال. ممتاز. كوثر شو أهم التحديات اللي واجهتيها عشان تكوني ممرضة وخلال عملك كممرضة؟ التحديات اللي واجهناها أول كبداية لأن أنا حاليا كملت 7 سنوات في الهيئة. كبداية أنا بتكلم عن 2005 كان تخصص جديد وكانوا يعني الأهل يسألوننا ليش تبون هالتخصص أو ممكن تحصلون ما تحصلون فرصة للعمل لأن هالتخصص يعتبر نادر ممكن تأخذين مجال الإدارة ممكن تأخذين مجال التدريس بتحصلون فرص.
كانت هذه من التحديات خلال فترة الدراسة. التحديات اللي واجهناها في المستشفى أنا ما أقولها تحدي، يعني ما أقول مثلاً صعوبات، أقول أنها تحديات، لأن الحمد لله الإدارة كانت جداً متفاهمة معانا، ولحد الحين الإدارة تساعدنا في التطوير، في التقديم الأفضل. فكانت التحديات نوعاً ما إيجابية، بحيث ان نحن نطور من 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 المهنه ونطور من شخصيتنا للافضل ان شاء الله. هند، انت كم سنه صار لك في الهيئه؟ 8 سنين. يعني انت اجدم عن كوثر بسنه، ها؟ تقريبا. ونعيمه كم سنه؟ انا الحمد لله كملت 20 سنه. ما شاء الله. ما شاء الله. طيب الحين هند، ابغي اتكلم معك عن 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 تجربتك كذلك. يعني سمعنا بعض التحديات اللي كانت موجوده عند كوثر. يمكن نعيمه واجهتي انت تحديات اكبر في ذيك الفتره، ولكن خليني اتكلم، هل هي هذه التحديات نفسها اللي كانت واجهتكم ولا لا، من ناحيه نظره المجتمع، من ناحيه وجودكم في مثل هذه المهنه؟ ها هند، إذا بتقارني بنعيمة أتوقع لا، نعيمة مرت بظروف أصعب أتوقع أكثر مني أنا ومن كوثر، لأن فرق سنة غير عن فرق السنين ما شاء الله اللي اشتغلتها نعيمة. صح. بس تقريبا يعني وجهة نظر مجتمع هو الشيء الوحيد اللي يعني تقدر تقول مش ثابت، بس بعد ما تغير بالطريقة المطلوبة اللي نحن نباها. أكيد. باقي الأشياء مثل ما يقولون مقدور عليها، خصوصا بالدعم اللي موجود عندنا من الإدارة في هيئة الصحة، لأنهم بعد عارفين أن نحن يعني من أول المجموعات اللي دخلت مهنة التمريض. صحيح. وعارفين أن في تحديات غير الشغل اللي بنشتغلها، يعني في صعوبة سالفة الشفتات وهاي الأمور كلها. صحيح. بس الحمد لله يعني عدينا هاي المراحل، والصعوبات مثل ما قالت كوثر خلتنا نستوي ناس أقوى. صحيح. أكيد. كشخصيات في الحياة العادية وبعد. أكيد. في المستشفى. ممتاز. نحن ما نطلع فاصل وما نرجع عند نعيمة بنتكلم عن تجربتها بالتفصيل، ولكن في رسالة تقول السلام عليكم. وعليكم السلام. أحب أشكر السيد فاضل درويش والأخت عليا من هيئة الصحة في إدارة المتعاملين لتواصلوا معي في حل مشكلة على برنامج سالم، وأيضا السيد افتخار من نفس برنامج سالم الخاص بالبطاقات الصحية، ولك أنت يا محمود جزيل الشكر أيضا لتوصيل مشكلتي. بالعكس، واجبنا أحمد عبد الله. نحن شاكرنا لهذا الفريق بالتحديد الذي ذكرتم، وأيضا في أسماء كثيرة من إدارة علاقات المتعاملين، سواء كانت الأخت ذكرين اسمها منو، شيخ الرحومي، شيخ الرحومي على رأس الفريق، وأيضا أمين الزرعوني كذلك، وفريق العمل عندها يمكن عدنان محمد بعد، ومجموعة كبيرة، فريق يعني متعاون جدا. أنا أتوجه لهم بالشكر. جزاك الله خير أحمد أنك تبعت هذه الرسالة. شو الفرق بين الدكتوراه في التمريض والدكتوراه في الطب؟ هذه الرسالة وصلتنا، ما نعرف الإجابة بعد الفاصل، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. مثل ما كنا نقول قبل الفاصل، معانا مجموعة من الممرضات الجميلات المواطنات اللي هم ضمن الكادر التمريضي في مستشفى راشد، عشان يكلمونا عن التمريض، تحدياتها، وعن شوي مبادرات دمي. خلينا نذكر بأرقام التواصل بعد دكتورة. ذكرناهم على 600-551-4414 ورسائل نصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي وهيئة الصحة في دبي DH_دبي على الانستغرام، ولا تنسون الصوتون لمبادرة دمي. طيب نحن قبل الفاصل كنا وقفنا عن مجموعة من النقاط. أول نقطة كنا ما نتكلم مع دكتورة، أو أنت دكتورة طبعا حين نعيمة، وكان في سؤال عن الفرق في الدكتورة في التمريض والدكتورة في الطب، هذا ما نجاوب عليه. وأيضا نبغي نعرف المحطات اللي مريت عليها، بما أنك أنت يعني ما شاء الله كنت من أوائل الممرضات الإماراتيات في هيئة الصحة بدبي. تفضلي. شكرا أخي محمود. مثل ما تفضلت أختي هند، في بعض التحديات اللي هي المشتركة بما يتعلق بنظرة المجتمع، مع العلم أن الحين الحمد لله النظرة تغيرت وايد.
الفوائد في تحسن كثير، خصوصا بعد إبراز دور الممرضة في المجتمع، وبعد ما شافوا شو القدرات والكفاءات الموجودة عند الممرضات من ناحية رعاية المرضى، ومن ناحية حتى بما يتعلق بالعوائل، يعني صارت الممرضة مثل المرجع الصحي في البيت. صحيح. الشغلة الثانية الله يسلمك بما يتعلق بالبرامج التعليمية، هذه كان من أكبر التحديات اللي واجهناها، يعني بعتبر نفسنا من الجيل القديم قبل 20 سنة، ما كان في عندنا البرامج التعليمية الخاصة بالتمريض، كان عندنا بس برنامج الدبلوم. أنا خريجة سنة 97، برنامج دبلوم من بعد 2000 بدأت تكون عندنا البرامج التعليمية لمرحلة الماجستير أو لدرجة الماجستير والبكالوريا، والحمد لله بعد 10 سنوات اللي قدرت اني اكمل فيها دراستي واكمل البكالوريا، ومن بعد كذا بدأت التخصصات التمريضية بدرجة الماجستير، والحين الحمد لله بعد في عندنا برامج بالدكتوراه وان شاء الله حاليا متوفرة عالميا. وها بعد من الصعوبات اللي احنا نواجهها، بحيث ان بعض الاهالي العوائل اللي ما متقبلة فكرة ان بناتهم يتغربون أساس موضوع الدراسة، لا، يبون بناتهم يكونون موجودين في الدولة على أساس يكملون دراستهم. فإن شاء الله متى ما توفرت البرامج التعليمية هذه عندنا في الدولة بتسهل الأمور أكثر من ناحية التطوير وتعليم التمريض. ممتاز. عيسى سبير يسأل يقول بالنسبة لتوطين مهنة التمريض، يعني شو اللي تواجه هذه المهنة، ولا شو اللي ينقصها عشان تدخل المواطنة أو المواطن لهذه المهنة؟ منو بيجاوبني؟ نسوي تصويت؟ نخلي هند تجاوب. يلا هند، بما أنك أنت يعني من الناس اللي واجهوا بعض التحديات. فلوس. الفلوس. لا فعلا، شو الحوافز اللي تنقصها؟ لا يعطونهم حوافز. ليه؟ الحوافز مو موجودة في مهنة التمريض؟ لا بصراحة كل شيء موجود، وبالعكس نحن المهنة اللي دخلنا عليها نحن بروحنا يمكن دخلناها ومو بعارفين شو هي، لما نحن بروحنا اكتشفنا الأشياء. صحيح. اللي الفرص اللي موجودة في مهنة التمريض يمكن مش موجودة في أي مهنة ثانية. أكيد. صحيح. التطور اللي الهمشة الكبيرة الدكاترة ياخذونها. لا بصراحة محمود معاشاتنا زينة الحمد لله. إذا 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 بتقارننا بالفئات الثانية، المعاش اللي تاخذه زائد الفائدة، يعني البنفتس اللي نحن محصلينها من تدريب، من سفر، من حضور مؤتمرات تمثيل البلاد خارج الدولة، وايد أمور مش بس مادية، يعني الواحد يختار وظيفة يتطور فيها من كل النواحي، والحمد لله تمريض واحدة من هاي المهن. كوثر، أنا ما أشوفك والله. أنا من وجهة نظري لازم نحن نشتغل أكثر في زيادة الوعي، بحيث أن نحن نسير للطلاب الثانوية العامة نشرح لهم دور التمريض، نشرح لهم شو يعني مهنة التمريض، شو المميزات اللي بيحصلونها، لأن نحن محتاجين أيضا ذكور في هذه المهنة. الحمد لله مهنة التمريض مثل ما شرحنا لكم قبل، إنه مو بس الجانب اللي هو العملي، في الجانب اللي صار التعليم الحين يشمل الإدارة يشمل التعليم، فنحن محتاجين نوعي المجتمع أكثر لهذه المهنة لجذبهم أكثر. صحيح. أحب أضيف إلى النقطة من التحديات اللي تواجه يعني جذب الكادر الوطني للتمريض، توفر البرامج التمريضية مثل ما قلت قبل شوية، من خلال الحملات التوعوية اللي احنا سويناها في المدارس في الكليات، كانت من الحملات التوظيفية كان من أكثر الشغلات اللي الشباب والبنات يسألونه شو هي فرص التعليم في مجال التمريض، بحيث أنه ما كان في عندنا كليات، كانت عبارة عن معاهد. صحيح. في التسعينيات من بداية 2000 بدأت عندنا الكليات اللي توفر درجة البكالوريا. عندنا مثلا الحين ما شاء الله في عندنا كلية أو جامعة الشارجة، في عندهم كلية علوم صحية قسم تمريض، في عندنا جامعة رأس الخيمة، في عندنا كلية فاطمة في أبوظبي والعين، وحين صارت متوفرة في كل الإمارات السبع. طيب في أسئلة عندك؟ كانت نعيمة تقول قبل عن أن في شهادة دكتوراه عندكم، ففي سؤال يقول شو الفرق بين دكتوراه في التمريض والدكتوراه في الطب؟
الدكتوراه في التمريض متخصص في العلوم التمريضية، واحنا حاليا قاعدين نشجع التخصصات التمريضية مثل ما تفضلين خواتي هند وكوثر، ان في عندنا المجال الإداري، في عندنا المجال الكلينيكي، في عندنا المجال التعليمي بما يتخصص بالعلوم التمريضية، فالحين درجة الدكتوراه متركزة في هالمجال. ممتاز. زين، ممكن تسألون هل يتم اخذ بعين الاعتبار قانون الموارد البشرية في اعطاء المواطنات الأولوية في الترقيات المتوفرة؟ ما في قانون بهذا الشكل يقول ان في أولوية المواطن، يعني في قانون البند 42 من قانون موارد البشرية. حافظينه عظيم البند محمود، لاحظ. لا تخافون عليه الممرضات، لا تخافون عليه الممرضات. ما شاء الله. زين، نريد كفاءات شابة تمريضية، بنات وشباب، يلا شجعوا عيالكم. احنا دائما نقول نريد ونريد، لكن لما عيالنا يبون يسموا ممرضات يقول لا 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 لا، التمريض مهنة مو زينة، التمريض ما في مستقبل. انت روحك تقولي ما تبغي شغلي عيالك دكاترة. لا، انا عن نفسي مو بني ما ابغى اشغله محمود، ولكن في احيانا يصير مثل ترند، يعني اذا انا دكتوره لازم اقول يسوي دكتور عشان السمعه وعشان الناس تقول هي امه دكتوره. ولكن حسب السمعه، لكن سبحان الله في مهن تورث، فانا ما احب انه يورث. اذا هو حاب يدخل الطب لانه هو يحب المهنه نعم، ولكن اقول والله كمل مثلا انا امك دكتوره او ابوك دكتور، لا. وانا صراحه محمود مثل ما قلت بعد 10 سنوات بتندثر مهنة الطب، بيكون مكاني روبوت. بشغل بخلي ولدي يروح مجال جديد. زين، هذا احمد علي بعد يقول متى ما نشوفك ان شاء الله قريب. هذا اعتماد على الوافدين اكثر من المواطنين في التمريض. هنالك في تشجيع كبير وفي برامج مكثفة في هذا المجال لتوطين هذه المهنة. صحيح. وأيضا الموارد البشرية عندنا كذلك تسعى بشكل كبير في توطين هذه المهنة. المسألة محتاجة إلى وعي أكبر، وأيضا وجود مثل نماذج اللي موجودة عندنا في الاستوديو، وأيضا هناك يعني عدد بعد من الممرضات المواطنات اللي موجودين في مستشفى راشد، في مستشفى دبي، في الرعاية الصحية الأولية كذلك. منحاول يعني بين فترة وفترة نجيبهم ونستعرض معهم هذه التجارب، ولكن يبقى انزين ان نظرة المجتمع الآن اعتقد انها تغيرت بشكل كبير لمهنة التمريض. صحيح. ولا شو رأيك؟ صح، كلامك صحيح، خصوصا ان نحن عشنا هذا الشيء، ما نقوله يعني بس كلام. نحن لأن يعني يمكن أنا عن نفسي بتكلم عن نفسي، طبيعة شغلي أشتغل في قسم كله يعني اللي يدخلون عندي المرضى مواطنين، فشافوا يعني صح. شافوا في نظرة حلوة. هني في أحد المتابعين يقول النظرة الدونية للمهنة تحول دون دخول الشباب للمهنة. أنا أشوف هذه مهنة راقية جدا، يعني ما في نظرة دونية. الأنثى أكثر من الذكر، هذه هي المشكلة. يعني ذكر يدخل في مهنة التمريض لأن الحين في المجتمع لا يتقبل وايد. صحيح. احنا بنغير النظرة هذه. هني بعد قدام نعيمة أبغى أتكلم عن أهمية المهنة هذه في تقديم الرعاية الطبية. أنتوا يتشكلون وزن كبير في سلامة المرضى، وجودكم في المستشفى يعني دوركم ما يقل عن دور الطبيب أبدا. صحيح. أنا بس عندي إضافة بسيطة. يعني صار لي موقف، كان عندنا مريض كبير في السن، ما يبى يقعد في الحجرة، يعني يبى يطلع يتم يالس في الممر. فالممرضة كانت اللي موجودة عنده من جنسية يعني مش مواطنة، فهو يكلمها يتكلم وياها عربي وهي مو فاهم شو يبى بالضبط. فأنا يوم دخلت عنده وقعدت وياه وسولفت وياه هديت من أعصابه شوي. صح. وفي النهاية يعني اكتشفنا أنه هو ما يبى يجلس في الحجرة، يبى يجلس في الممر، يبى يشم، هو يبى يغير. يجون من الحجرة والله يحبوه في الممر، يشوفونه رايح ولا راضي يوسل صدرهم شوي. ذكرتيني عندي واحد من أصدقائي كابتن محمد، يعني مرة من المرات سارين نزور أحد يعني كبار السن في المستشفى، فيسولف وياه زين فيقوله أيوة صحيح صحيح، ويصد عليه هو بيقول إيه. عندنا سؤال محمود، واحدة تسأل تقول ممكن ترشدوني وين أتوجه؟ أنا ممرضة سابقة ولكن تركت العمل لمدة طويلة، فكيف أستطيع الرجوع علما بأني ممرضة مواطنة؟ لأني سمعت أن لازم أخذ دورات قبل أرجع للشغل. في مواطنة تبتعد عن التمريض فترة يعني تبى ترجع للشغل، فشو وين ممكن تصير أو شو الإجراء؟ تسأل ما يقدر يجاوب.
إجراءات التعيين تكون عن طريق قسم أو إدارة الموارد البشرية، بس في عندنا برامج تدريبية للممرضين أو الممرضات اللي كانوا فترة زمنية بعاد عن المهنة، وهذا تقريبا اللي متوليها إدارة التعليم المستمر. وفي بعض المستشفيات عندهم إدارة أو قسم التعليم التمريضي بعد يصورون هالبرامج بحيث أنه يدربون الممرضين فترة معينة ويسوون امتحانات بحيث أن يتأكدوا من المهارات والكفاءات اللي عندهم، بحيث أنه بعد ما ينجح الممرض في المهارات هذه عادي يقدر يباشر ويرجع لعمله كيف كان قبل. جميل. أنا قبل أسكر موضوع التمريض وهذه المهنة، بس أبغي أخذ منكم يعني كلمة سريعة، لأن أبغي أنتقل في آخر دقيقتين أتحدث عن مبادرة دمي. فكلمة أخيرة عن التمريض اللي تبون تقولونها، تفضلي نعيمة. أحب فعلا أوجه دعوة للجميع المواطنين شباب وشباب بأنهم ينضمون لفريق وكادر التمريض عندنا بالدولة، لأن من أهم الأشياء الإيجابية اللي ممكن هالشيء يسوي تعزيز الهوية الوطنية لدولتنا من خلال هالتمريض في تمثيل الدولة بالمحافل سواء كانت وطنية أو عالمية. ما كوثر؟ أحب أشجع طلاب الثانوية العامة خريجين هذه السنة بالالتحاق بمهنة التمريض. ما عليكم من نظرة المجتمع، بالعكس من تدخلون في هذه المهنة أو تبدون الدراسة بتتغير وايد أشياء في حياتكم، وجهة نظركم صدقوني راح تتغير، تفكيركم للأمور راح يستوي أكثر ووعي، لأن التمريض هي مهنة إنسانية ومسؤولية بنفس الوقت، فراح تساعدكم في حياتكم. جميل. نعيمة. هند عفوا. أنا صراحة أوجه كلامي للأهالي أنهم يشجعون عيالهم على هاي المهن، خصوصا الأهالي اللي يجون المستشفى ويقولون نحن ليش ما في مواطنين. الشيء راجع للأهل، يعني هم يقدرون يحفزون ويقولون نحن شفنا مواطن في المستشفى، ليش أنتوا بعد ما تسوون شيء؟ فالأهالي يلعبون دور كبير. أتمنى أن الأهالي يساعدون بهذا الشيء، ونحن من ناحيتنا إن شاء الله بنحاول قد المستطاع أن نساعد. جميل. شكرا هند، نعيمة، كوثر، ما قصرتوا. يقولون تحياتي لكم، سد ودخر للوطن. ربي يحفظكم وعساكم على القوة. تحية لجميع الفئة المواطنة في مهنة التمريض في الهيئة. أكبر تحية للأستاذ أحمد طالب، ما أدري شو دخل أحمد في الموضوع لكن جزاه الله خير. التمريض مهنة إنسانية يراد لها توعية مكثفة. أكبر تحية وأرقى وأجمل تحية لكم. صح لسانك هند، صح لسانك كوثر وهند ونعيمة، أحلى ثلاثي. عندنا بعدني تحية لمرضات مستشفى راشد، ممرضة صفية من مستشفى لطيفة. صفية جهزي عمرك تكوني معانا في المرة الجاية إن شاء الله. أيضا يعني كثير رسائل إيجابية، ما ولا رسالة كانت يعني شغلة تتحدث بشكل سلبي. وولدي من انولد، ولدي من انولد وهو مريض، ولين الحين انتكست حالته، تمنيت أني دكتورة أو ممرضة. يعني على فكرة معظمكم دخولكم لهذه المهنة كانت لأسباب إنسانية، صح؟ يعني في حد من الخبرين، أنت ليش دخلت هذه المهنة؟ لأني أنا بنفسي كنت مريضة وكنت أبو حد يكون مثلي. نعيمة. أنا كان عندي الإحساس وشعور بحب رعاية المرضى. كوثر. أنا بالصدفة دخلت التخصص صراحة. وفي نماذج كثيرة قابلتها قبل، حد كان أصلا يعني يرعى أحد والديه في هذا المجال، فعرف أهمية هذه المهنة. عموما نحن قبل لا نختم أيمن، عندنا دقيقتين بس ما نتكلم عن تطبيق دمي. شو رأيكم في التطبيق على السريع، وهل تدعون الناس أنهم يصوتون لهذا التطبيق ولا لا؟ نعيمة. أشجع الجميع أنهم يصوتوا للتطبيق، لأن من الشغلات الضرورية والمهمة في إنقاذ حياة المريض، خاصة في الأماكن الحرجة مثل الطوارئ، العناية المركزة، توفر الدم، خاصة أن عندنا فصائل مختلفة من الدم، في فصائل نادرة. فبما أنا بيكون عندنا تطبيق يوفر لنا كل الفصائل وسهل أن نوصل للتطبيق، ففعلا. كوثر، أهمية الدم بالنسبة لكم، أنتم تتعاملون دائما بالإبرة.
والله يعني تطبيق دمي تطبيق جدا تطبيق إنساني. أشجع الكل اللي يقدر يتبرع يتبرع، لأن هذه قطرة الدم تعتبر جدا مهمة لحياة إنقاذ حياة كثير من الناس اللي يحتاجون نقل دم، فاللي عند الاستطاعة لا يبخل بهالشيء. شكرا لك يا كوثر. هند، تطبيق سهل وسريع، نزلوه في تليفوناتكم وانتم بروحكم بتعرفون السهولة، وان شاء الله تساعدون لكم الأجر ان شاء الله. يعني هذا الله. التطبيق اختصر وايد على المتبرع الوقت الدكتورة. صحيح. يعني من خلال، يعني اتمنى كل شخص يسمعني الحين او يتابعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الله يخليكم، نزلوا هذا التطبيق استخدموه وحاولوا تتوجهون الى مركز دبي للتبرع بالدم، موجودين من الساعة 7 لين 7، من 7:30 الصبح لين 7 المساء. صحيح. نون ستوب يعني. تتوجه هناك بس اعطيهم بطاقة الهوية تدخل، وانت اوريدي تعطيهم الاستبيان عبيته، هذا اللي ياخذ معك اولمس 20 دقيقه. صحيح. تكون عبيته في البيت خلاص وانت على التليفون، سكان بس باركود بيسوي له سكان، وبتدخل على الفحص وعلى التبرع بالدم، موضوع بياخذ معك يعني فتره بسيطه. صحيح. فليش يعني ما غير فوائد التبرع بالدم دكتور على الشخص اللي نفسه؟ انا وللمتبرع يعني فائده من ناحيه من لي وللمتبرع للتبرعت له طبعا. اذا هي دعوه للتصويت لتطبيق دمي المرشح ضمن برنامج حمدان بن محمد للحكومه الذكيه. طريقه التصويت، التسجيل عبر موقع vote.dtmc.gov.ae، تدخلون بياناتكم رقم بطاقة الهوية وتشوفون المبادرات المرشحة وتصوتون لمبادرة دمي، ما ياخذ 3 دقائق محمود. وهذا للعلم التصويت فقط ل يعني اي موظف في حكومة دبي يمنع التصويت عليه، لان من باب الشفافية. صحيح. واحد، اثنين، لازم يكون اكبر من 18 سنة. صحيح. اوكي، فيعني تصويتكم يهمنا يا جماعه الخير، وحاولوا توجهون الناس اللي عندكم، لان بالفعل مبادره تستحق التصويت. صحيح. في الختام انا اتوجه بالشكر الجزيل لكوكبه الممرضات الموجودين معنا في الاستوديو، دائما الحلقه معاكم تكون سريعه، فشكرا لك نعيمه محمد رجب مشرفه التمريض في مستشفى راشد. شكرا محمود. شكرا لك هند محمود عبد الله مسؤول التمريض في مستشفى راشد. شكرا على الاستضافه. وشكرا لكوثر مسعد الماطري مسؤول تمريض في مستشفى راشد، نورتونا اليوم يا بنات، وصراحه وجودكم معنا اثراء للحلقه صراحه، وابراز لجهود الكادر التمريضي للمواطن. شكرا لك دكتوره ندى الملا، عقبال ما اشوفك ممرضه قد الدنيا. امين. شكرا لك ايمن سرحيل، وكل الشكر حق احمد سلام اليوم رافقنا في البرنامج، سعيدين جدا بوجوده معنا، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم ان شاء الله في الغد نقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.